صعدة شام اليمن ومرابع خولان بن عامر ونقش حميري عتيق حاضرة الهادي وابن زياد كنز آثار لا تحصى ومدينة من زمن المدن الإسلامية المحورية هجرة علم ودين ومركز انتعاش اقتصادي متنوع زراعيا وتجاريا وصناعيا هي أيضا خلاصة مناخ متعدد بين الحرارة الشديدة والاعتدال والبرودة حيث التضاريس مدهشة التناقض والتنوع بين سهول خصيبة وفيرة العطاء ومرتفعات لجبال تبدو عصية على التطويع صعبة المراس لكنها مطيرة سخية الغراس وخزان المياه الأوفر لحوض صعدة. حاضرتها الرئيسية صعدة يطغى عليها طابع مدينة قديمة من زمن الأصالة العربية الإسلامية بتخطيطها المعماري الهندسي البديع وتكوينات جذابة تتوزعها حارات وسماسر وحمامات قديمة ومساجد ومدارس وأسوار وبوابات عريقة. وأسواق شعبية يتطاير من جنباتها عبق العصور ما تزال محتفظة ببهاء مدينة أبقت على طابع أصالتها الإسلامية الزاخرة لتبقى معلما عربيا إسلاميا وكنزا للتراث الإنساني.